أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. قال بيان مشترك لوزراء خارجية الدول الداعية لمكافحة الإرهاب مصر والسعودية والإمارات والبحرين إنه لا يمكن التسامح مع الدور التخريبي التي تلعبه قطر في المنطقة من خلال دعمها للإرهاب. وأوضح الوزراء في البيان الذي تلاه وزير الخارجية المصري سامح شكري في القاهرة بعد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية أن الدول الأربع تأسف للرد السلبي القطري على مطالب وقف دعمها للإرهاب. وقال الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي إن المنطقة عانت الكثير من الإرهاب ولا بد من جهد جماعي لإخلاء المنطقة ممن يرعون الإرهاب بدوره. أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجوبير أن هناك تشاورا حول الإجراءات القادمة وسيتم اتخاذها في الوقت المناسب، مشيرا إلى أن إيران هي الراعي الأكبر للإرهاب. تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من إسقاط طائرة استطلاع مزودة بقاذف للقنابل لإرهابي داعش صباح اليوم في حي الصناعة والتي تقع بالجهة الشرقية للمدينة. كما قتل العشرات من تنظيم داعش خلال معارك في مدينة الرقة، حيث تمكنت قوات سوريا الديمقراطية وقوات النخبة من قتل أكثر من 40 فردا من التنظيم الإرهابي خلال هجوم لهم على مواقع قوات النخبة جنوب غرب حي الصناعة شرق المدينة. تم التصدي له وإفشاله بعد سيطرة قوات النخبة على شارع سيف الدولة الاستراتيجي المؤدي إلى الجامع القديم. أعلن وزير خارجية كازاخستان انتهاء مفاوضات أستانا 5 بنتائج إيجابية حول وقف إطلاق النار في سوريا. وكان المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السورية منذر ماخوس أعلن أن هناك محاولات في اجتماعات أستانا لتحقيق أجندات دولية تختلف عن مطالب الشعب السوري. قتل مسلم من أقلية الروهينجا ضربا بأيدي حشد من البوذيين وأصيب 6 آخرون بجروح بحسب ما أعلنت الشرطة في حادث هو الأخير من سلسلة من أعمال الاضطهاد في البلد. ووقع الحادث فيما كانت الشرطة تواكب 7 من الروهينجا من المخيم الذي يعيشون فيه إلى العاصمة الإقليمية لولاية راخين. قال الجيش الأمريكي اليوم إنه نفذ ضربة ضد جماعة الشباب الصومالية المرتبطة بتنظيم القاعدة. وقالت قيادة عمليات إفريقيا بالجيش الأمريكي في بيان إنها ستواصل تقييم نتائج العملية وسيتم تقديم المعلومات الإضافية في وقتها. ولم يقدم البيان أي تفاصيل بشأن عدد المقاتلين الذين قتلوا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.